يقع جامع الزيتون. ماما فوتي كملي وظيفتك بغرفتك، اجا خالك بدي احكي معه كلمتين. لا تضيعي الصفحة، حطي دفتر الروس. يلا اهلا وسهلا. خير شباك؟ يعني شو بدي اسوي؟ انا هيك وضعي. اخي ليش ما حكيت من الاول؟ انا وبهاء لما شفناك مثلنا متحمس للفكره، قلنا رح احاول. يا سناء كمان انا فيني احساس، وطبعا بدي اتحمس. مو اذا وضعي تعبان برضى اهلك يعيشوا بهالشقه والتعتير، بس يعني كنت متوقع المبلغ يكون اقل من هيك. منين يعني بده يكون اقل من هيك؟ ليش صفيان في شيء رخيص بهالايام؟ الله وكيلك عصرت عصر. بعرف والله بعرف، بس انا بصراحه كنت نسيان مصاريف الولاده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الله وكيلك يا اخي، لو معي زياده ما بخليك تحط فرنك. ان شاء الله يا سناء لا تحلفي، انا بدي ادفع وما راح ارضى تدفعوا اكثر مني. بس انا هلا ما معي غير 10-15 ألف، فاذا بيقدر بهاي يدفع باقي المبلغ عني وانا بعدين بقسط له اياه، بس اخلص قصه السياره بكون منيح، واذا ما بيقدر خلص توقفني. خلص انا بجرب بحكي معه، انت لا تضايق حالك. بتتدبر ضياء، بتتدبر ان شاء الله.